ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية، أهم ما ورد من نقاشات اليوم في جلسات بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ. تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ، واستمرار لمتابعة اليوم الأول بعد الجلسة الافتتاحية الخاصة بالاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي 58 و49 الخاص بمحافظي بنوك هذه البنوك سواء الإقليمية أو غير الإقليمية الخاصة بمجموعة بنك التنمية الإفريقي. إذا تحدثنا عن ما يدور في هذه الجلسات، سواء الجلسة الافتتاحية، الجلسة الأولى التي كانت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم عرض خلال هذه الجلسة فيلم تسجيلي تناول أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وطرق وآليات تنمية هذه القارة، وأيضا مواجهة هذه التحديات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، أو أيضا الحديث حول النمو الأخضر وأيضا التغير المناخي وهذه المواجهات العديدة. أما إذا تطرقنا إلى الجلسة التي تلت الجلسة الافتتاحية والخاصة بالجلسة رفيع المستوى، جلسة الحوار الرئاسي بحضور مجموعة من قادة وزعماء ورؤساء الدول الإفريقية والدول المختلفة المشاركة في هذا الاجتماع، وكان نيابة عن مصر حضر السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحدث عن كيف تنهض القارة الإفريقية وأن حان الوقت لمواجهة الكثير من التحديات الوحيدة التي نواجهها جميعا، وأيضا خطر التغير المناخي، وأيضا التحول إلى الأخضر ونمو في الاقتصاد الأخضر. أيضا من خلال هذه الجلسات مصر تشارك وأيضا تنظم في من خلال هذا الاجتماع العديد من الأحداث، ومنها أيضا حدثين مهمان، وهو الحدث الأول الخاص بتكنولوجيا المعلومات وفائدة هذه التكنولوجيا، وأيضا التكنولوجيا المالية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر. وأيضا هناك أكثر من حدث آخر تشارك فيه مصر وأيضا عدد من البلدان الإفريقية المؤثرة في هذا الأمر، منها أيضا حشد وتعبئة التمويل المختلط للنمو في الأخضر، وأيضا لمزيد من التعاون الكبير بين المستثمرين والقطاع الخاص. هناك العديد من الجلسات التي تشارك فيها مصر بعدد من الوزراء والخبراء وأيضا الأكاديميين ومستثمرين وتمثيل كبير جدا للقطاع الخاص في هذا الأمر. عودة إليك. شكرا الزميل رامي محمد، كنت معنا من داخل مقر إقامة اجتماعات بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ.